السلام عليكم، مرحبا بكم معايا على قناة أم سامي. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم طريقة ديال زين الصابلي اللي سبق لي وحطيت الوصفة ديالو على القناة. هادو هما الأشكال اللي كنا درنا، شكلات مختلفين وكيجيو مرملين ومقرمشين بمذاق اللي هو رائع. فتابعوا معايا الطريقة ديال التحضير. كنحتاجو الكمية من الكاوكاو أو الفول السوداني، كونكاسي أو مهرمش بهاد الشكل هذا، والفواكه المعسلة للتزيين، والنباج والجليكوز متواجدين عند بائع مستلزمات الحلويات. الثمن ديالهم رخيص، ما غاليينش بزاف. والحليب المحلى نسلي كغاميل. كنحتاجو البذور الشيا، تقدروا تعوضوها بالبافو او الخشخاش. منكه بنكهة الفراولة كيعطي النكهة واللون. ملمع ذهبي. الشوكولاتة السوداء ذوبتها في حمام مائي. كنستعمل النوع ديال إقبال، فيه الدهون ديالو بلا ما تضيفوا له لا زيت ولا زبدة، وكيجي فيه اللمعة. والشوكولاتة البيضاء ذوبتها في حمام مائي. النوع اللي كنستعمل ديال غالا هو أيضا ما تحتاجوش تضيفوا له لا زيت ولا زبدة، وكيجي فيه اللمعان. بالنسبة للقوالب غادي نستعمل هذا القالب ديال السيليكون اللي على شكل تاج. هذا الشكل متوفر أيضا في البلاستيك، وهذا القالب على شكل دوائر، وهذا أيضا دوائر بشكل آخر مختلف، وهذا على شكل بابيون. هاد القوالب هادو بلاستيكية، أما هذا اللي على شكل مربع ديال سيليكون. ماشي ضروري تخدموا بهاد الأشكال هادي، وتقدروا تستعملوا الأشكال اللي كتفضلوا واللي عندكم متوفرة. كندير هاد الموتيف اللي على شكل دائري. كناخد القليل من بذور الشيا وكنوزعها على المول. كيف ما قلت لكم من قبل، ممكن تعوضوها بالبافو او الخشخاش. وكنوزعها على الدوائر ديالي بهذه الطريقه. كنستمر حتى نكملهم كاملين. لاحظوا معايا كترشوها غير شويه، ما ديروش بزاف. وكناخذوا الشوكولا البيضاء اللي ذوبنا، وكنبداو نعمروا المول بهذه الطريقه هذه، وكنضرب عليه شويه باش كيتقاد وكيولي مستوي. ومن بعد كندوب الشوكولاته السوداء في حمام مائي، وكنجيب المول البلاستيكي اللي هو ايضا دائري بشكل اخر، وكنعمروه بالشوكولاته. ولا طاحت شي حاجه كنضفوها باش الخدمه ديالنا كتجي نقيه. وكناخذوا المول ديال السيليكون اللي على شكل تاج، وكنعمروه بالشوكولاته السوداء، وكنحاولوا نضربوه شويه مع سطح العمل باش كيتوزع علينا بشكل متساوي. وكنجيب المول ديال السيليكون اللي على شكل مربع، وكناخد لي فخوي كونفي او الفواكه المعسله، وكنوضع منها قطع غير في الجوانب اللي كتكون فيهم حفره. ومن بعد ما ملأتهم كاملين، بعد ما ملأتهم كاملين بلي فخوي كونفي وهاد ثلاثه ديال الوحدات، ما درتش ليهم، بغيتهم يبقاو هكاك. وكنضيف عليهم الشوكولاته البيضاء. كنعمر المربع كامل، تقدروا تعمروا غير الجوانب وتخليوا الوسط فراغ، وداك الفراغ اللي كديروا فيه التعليكه فاش كيلصق مع الصابلي. وإلا كانوا شي مربعات ما عامرينش مزيان، كنوليو نضيفوا لهم الشوكولا. صافي، غادي نبقى مكمله هكا بنفس الطريقه، وكندخلها للثلاجه حتى كتبرد ليا مزيان. ومن بعد ما بردوا مزيان في الثلاجه، كنخرجهم وكنحيدهم من المول، كيتحيدوا بكل سهوله. لاحظوا معايا كيف كيجي الشكل ديالهم. هادو اللي كنا زيناهم بذور الشيا كيجيو زوينين بزاف. وكنحيد الدوائر ديال الشوكولا السوداء بنفس الكيفيه. كنقلب المول على الوجه ديالو وكيتحيدوا دغيا بسهوله. بالنسبه لهاد الشكل هذا، كناخذوا الملمع الذهبي وكندهنوه غير بالاصبع ديالنا، كتجي بهذا الشكل هذا كيف كتلاحظوا معايا. كنستمر حتى نكملهم. هاد الشكيلات كيجيو زوينين بزاف صراحه. وبالنسبه لهذا الشكل ديال التاج، كنحيدوه من المول، وهذا هو الشكل ديالو. وكذلك كنحيدو المربع الابيض من المول اللي زيناه بالفواكه المعسله. وكناخذ الشكل ديال التاج وكندهنو بالملمع الذهبي. لاحظوا كيف كيولي الشكل ديالو. غادي نبقى مكمله هكا بنفس الطريقه حتى نكملهم. هاد الشكيلات ديال الشوكولا دخلتهم للثلاجه وخليتهم حتى شدوا راسهم وتماسكوا، عاد خرجتهم. كنحتاجوا الكاوكاو كونكاسي محمر ومهرمش. بالنسبه لهاد التعليكه،
عندي فيها جوج ديال المعالق ديال الجليكوز، معلقه ديال الناباج، سخنتهم مزيان فوق النار حتى دابوا مزيان، ضفت ليهم النكهه ديال الفراوله واحد نصف ملعقه صغيره، وخلطتهم مزيان حتى ولاو عاقدين بهذا القوام هذا. اما بالنسبه للتعليكه الثانيه كنستعمل نستلي كراميل، لكن عندكم تقيل شويه كتضيفوا له شويه ديال الماء او الحليب وتسخنوه على النار وكتستعملوه. اما هاد العقيقات ولي بيبيت ديال الشوكولا غادي نزينو بيهم، كل بواطه الثمن ديالها 5 دراهم. كاينين الناس اللي كيبغيو يعرفوا الاثمنه. كنبداو بالشكل الاول اللي على شكل مثلث، وكندهنوا بالكراميل غير بالاصبع ديالي، من الاحسن تخدموا غير بيديكم باش الخدمه كتجي مفينيه مزيان. وكنلصقوا فيه هذا الموتيف ديال التاج، وكنوضعوا الجوانب في كاوكاو كيجي بهذا الشكل هذا كيف كتلاحظوا معايا. اما اللي على شكل مربع كندهنوا بالكراميل، كنلصقوا عليه المربع الابيض، وكنعمروا الوسط بنستلي كراميل، وكنضيفوا حبيبات شوكولا كنزينوا بهم الصابلي، كنزينوا بهم الصابلي ديالنا كتجي بهذا الشكل هذا. بالنسبه للشكل الثالث كندهنوه وكنلصقوا عليه هذا الموتيف هذا، وكندوزوه في كاوكاو مهرمش كيجي عندنا بهذا الشكل هذا. والشكل الرابع هو ايضا كندهنوه بالكراميل، كنلصقوا عليه الشوكولا الابيض، وكنوضع عليه نقطه من الكراميل في الوسط، ثم نوضعه على نضع عليه حبه ديال العقيق. لاحظوا الشكل ديالو. اما بالنسبه لهذا الشكل هذا اللي مفتوح من الوسط كندهنو بالكراميل وكندوزو في كاوكاو، وكناخد القطعه الثانيه وكندهنها بهذه التعليكه هذه اللي بنكهه الفراوله، وكنلصقها مع القطعه الاولى اللي مغلوقه كتجينا بهذا الشكل هذا. غادي نعاود معكم واحده اخرى، كناخد القطعه اللي مفتوحه من الوسط وكندهنها بنستلي كراميل وكنديرها في كاوكاو، ثم كناخد القطعه الاخرى وكندهنها بدك التعليكه ديال الفراوله، وكنوضعها فوق القطعه الثانيه، وكندير الاشكال اللي زينت في شي غطير. وهادو هما الاشكال اللي درت معاكم كيجيو بهذا الشكل هذا. غادي نديرهم في شي بلاطو ونولي معاكم في الشكل النهائي. وهادو هما الاشكال ديالنا. عندي هنايا 6 ديال الاشكال من الصابلي بريستيج، شي حاجه اللي هي راقيه ورائعه. كنتمنى ان هاد لا فيديو ينال اعجابكم، واذا عجبكم اشتركوا معايا في القناه وفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد، وخليوا لي التعليقات واللايكات، وبارطاجيو مع الاهل والاحباب، واستودعكم الله الى فيديو قادم ان شاء الله.